بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البيان حق الإيضاح والتصوير، وللفكر سلطة النقد والتحليل، وللحق فوق هذا وداء حكومة عادلة تنير الهدى للبصير، وترجم العالي من حجة، والكاتب مدين للحق في تفكيره قبل أن يكون مبينا في تصويره. جعفر بن محمد الصادق مثال العقل السامي والإنسانية الكاملة. أقف عند ملتقى الخطوط من عقرية الإمام جعفر بن محمد، وتتملكني الدهشة. لم أكن عدها لنفسي، وإكار الإراع أن يكبو من يدي، وتموت الكلمات على شفتي. لم يعرضني عليه البيان من قبل، ولم يخفي في مثله التفكير. تلك هي مزالق الفكر البشري المحدود، إذا أراد أن يسمو إلى آفاق غير محدودة، وحيرة المصور حين يلتقي بألوان غير متناهية. بما لا يحيط الفكر المحدود من هذه الآفاق ليخصه بالتحليل، وما لا يعين المصور من هذه الأبواب المتشابكة ليفرده بالتصوير. أي النواحي من الإمام جعفر بن محمد أقدمها للمستمعين، وهي خاصة منه، وكل ناحية منه، وكل خاصة منه جديرة بالتحليل، وكل نواحي جعفر بن محمد العدل، وكل خواصه الإعجاز. وبعد أمر مهم اخترت علم الأخلاق موضوعا لحديثي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ما دام علم الأخلاق من النفائس النادرة في ميراث الإمام وكل إرادته واختياره. لم يعتمد الإمام جعفر بن محمد في أخلاقه على نظرية استفادها من فيلسوف، ولا قاعدة أخذها من حكيم، ولكنه استقاها من ينبوع الوحي، واستفادها من هدي القرآن. نعم، إنه لم ينتسب إلى مدارس الفلسفة في أثينا، ولم يخضع لبيوت الحكمة في الهند، ولكن الفلسفة بعض ما تخرج فيه من جامعة القرآن، والحكمة بعض الفروع التي تلقاها في مدرسة أبيه محمد. وإن فتاة نمت شريبته في بيت محمد، وكملت نفسيته بإرشاد محمد، وامتزجت بروح في روحانية كتاب محمد، جدير أن يكون غنيا من فلسفة أفلاطون وحكمة أرسطو والمثالية والمعتصرات العقول ونسائج الأفكار. ولعل أثر هذه التربية يظهر جليا في أحاديث الإمام وأحاديث الأئمة من آبائه وأبنائه، فإن الباحث قد يجد الأثر الواحد مرويا عن أكثر من إمام واحد، ولا استقصى في بحثه وجد الحديث يرفضه ومعناه مرويا عن جده الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه يقتبسون إليه ينتهون كالإشعة من النور وكالثمرة من الشجرة، وهذا ما استطاع أن أقتطفه من هذا البستان الكبير والعميق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.